جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا هاد المره النقاشات والكلونات الا عيطوا عليكم دابا شي برلمانيه نجحات وبغات تفرح براسها ولا بغات تنقش بشحال غتنقشوا ليها ولا بشحال ديروا ليها الكلون. الا بغيتوا تعرفوا الاجابه ديال هاد النقاشات وديال الناس ديال الكلون خليكم معنا بكل تواضع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقاشه شريفه. ربي يخليك اوليدي. قولي لي دابا لا عيطات عليك شي برلمانيه من البرلمانيات اللي نجحوا وقالت لك تنقشي ليا بشحال غتنقشي ليها؟ ايوا باش ما كتب الله راه هي برلمانه 100 وغادي تعطيني الدور ما انا مزيان. ديري لي هذاك المثال ديال الضيف ما يتشرط مول الدار ما يفرط. ولكن شحال غتنقشي ليها الرجل؟ اللي يدينو رجليه. اللي يدينو رجليه. 3000 ريال 4000 ريال. ماشي غالية؟ لا بكل تواضع. لا أنا بانت لي غالية بزاف. لا. السلام عليكم. عليكم السلام. أخت نقاشة. هي مرحبا. ما ديريش لي واحد العقرب لنا. ندير لك واحد اللفعة باش. بكل تواضع. قولي لي دابا لا غوتات عليك شي برلمانية من هذو اللي نجحوا بغات تفرح براسها وبغات تنقش بشحال تنقشي لها بكل تواضع؟ إيوا خويا هي راه ولات برلمانية يعني راه طلعات. وندير واحد 100000 ريال على الاقل. 100000 ريال رجل ولا جوج رجلين؟ لا جوج رجلين 50000 ريال رجل. واللي يدين شحال؟ اللي يدين نديروا لها هذيك 25000. 25000 اللي بكل تواضع. اييه علاش لا؟ وشي ميساج بانك انتم نقاشات ويعني ضريتوا في هذه الجائحه ديال كورونا اش غتقولوا لهاد البرلمانيات اللي طلعوا دابا؟ ايوا يشوفوا من حالنا ومن حال جميع المسلمين كافه اجمعين. انتم كتشوفوا يعني ما عندناش شي كيوسكات ولا شي حاجه، على الاقل يديروا لنا شي كيوسكات فين نكونوا حيت الشتا علينا والشمس علينا كيجيو البوليس ما كيرحموناش وحنا راه جالسين في يد الله. المهم اللي جاب الله حنا كنديوها، نهار القليل راه كندو فيه اللي قسم الله ونهار الكثير راه كندو فيه اللي قسم الله. هادشي اللي كاين بكل تواضع. ماشي مشكل. تحياتي. ربي يخليك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخت نقاشه كلونه. خويا الكلون انا. كلون والصباغه وكل شيء. آه. مثلا عيطت عليك شي برلمانيه نجح يعني دابا نجحات وبغات تفرح وبغات تقول لك ديري لنا الكلون باش تزيد ديك الفرحه ديالها. صايب لا مرحبا على راسي وعينيا، ولكن هي خاصها تتعاون معنا شويه وتساعد معنا لاننا حنا راه مضرين. شحال تزوقي لها وديري لها الكلون بكل تواضع؟ صايب لا كمواطنه عادي 5 دراهم 10 دراهم. ماشي بزاف. لا ماشي بزاف. انا كتبان لي بزاف بكل تواضع. لا بالعكس اخويا 5 دراهم باش كنرسموا اللي عنده ب 5 دراهم وكندير 10 دراهم. ولكن راه برلمانيه هذه. واخا برلمانيه عادي غنقول لها 5 دراهم 10 دراهم بحال بحال الشعب وحنا كاع ولاد الشعب. وشي ميساج منك انتيا؟ كنتمنى الله سبحانه وتعالى يسهل على امه جميع المسلمين وحيد علينا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء وتحرك الخدمه لان حنا ضرينا بزاف وعندنا وليدات عندنا مسؤوليه عندنا الله يحسن العوان هاد الناس كاملين اللي كتشوف فيهم كاملين مضرين وشحال من واحد مسكين ما خدامش وشحال واحد مسكين ما عندوش وكاين اللي كيبات في الزنقه وكاين اللي بزاف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن سيدنا حتى هو الله ينصروا لنا ويخلي لنا ويحفظوا يتعاونوا معنا يديروا لنا غير شي كيوسكات لاننا حنا راه كنتعذبوا الشمس بزاف والله يدير لنا شي تاويز الخير ويعطينا شي رزيق ويحفظنا ويحفظ امه جميع المسلمين. امين. تحياتي ليك بكل تواضع.